راح اتابع محطتها هلا مع ضيفتي باستوديو حلقة سينما. اليوم بنعرف قديش عم بيكون في مهرجانات بكل المجالات وخاصة بموضوع المهرجانات السينمائية، واليوم رح نحكي عن مهرجان طرابلس الخامس للأفلام، ورح تخبرنا عنه بالتفصيل أكثر المنسقة الإعلامية لمهرجان طرابلس سيدي مطيعة الحلاق. مطيعة صباح الخير. صباح النور، وأهلا وسهلا فيك معنا اليوم باستوديو عالم الصباح. أهلا. لأنه اسم الله ما عم نلحق، يعني عن جد عم بيكون في كثير مهرجانات، سو عم نضلنا نغطي، عم نجرب نغطي قد ما بنقدر، إن كان قبلهم أو بخلالهم أو حتى من بعدهم. هالمهرجان اللي كان الاسبوع الماضي وفعلا ضم عدد كثير كبير من الافلام وايضا من الاشخاص اللي كانوا مشاركين فيه. خلينا نعرف اذا يعني المشاهدين عن هالمهرجان كم يوم كان مستمر، خاصه وانه التكريم كان لمخرجه لبنانيه كلنا بنعتز فيها واللي هي المخرجه اللبنانيه الراحله رندا الشهال. نحن مثل ما قلتي غيدا، السنة الخامسة بنحتفل بمهرجان طرابلس للأفلام، بنعمل هذه التظاهرة السينمائية الثقافية بامتياز بطرابلس. صحيح. وحضرتك متابعتينا سنة بسنة، يعني مزبوط. بلشنا يوم الخميس 19 الشهر بحفل افتتاح كتير حلو بمسرح الرابطة الثقافية اللي بنعتز انه الافتتاح كان فيها، واختتمنا بمسرح بيت الفن بالميناء، وضمن هيدا الجو اللي قلت عنه ضيوف مشاركين مخرجين. نعم. مخرجين اجوا من مختلف الانحاء العربي ولا اجنبي ولا اوروبا ولا كل انحاء العالم العربي كمان يعني، وكان في فعاليات الى جانب المهرجان. نعم. اللي هي بتغني المهرجان، يعني المهرجان بنفسه ما بقى يعود هو بس عباره عن مسابقه تتنافس فيها الافلام، لا، هو عن تظاهره ثقافيه، فعاليات متكامله. صحيح. وبنحاول نشرك اكبر قطاعات من المدينه، حتى الفئات او الناس اللي ما بيروحوا على السينما نحن بنروح لعندهم ضمن هيدي الفعاليات اللي هلا بنحكي عليها اذا الله رضى. نعم، وهيدا الشيء اللي فعلا كثير اساسي، لانه السينما هي يعني مجالات متشعبه، يعني حتى الاشخاص ان كانوا مخرجين، مؤلفين، ممثلين، وحتى كل العاملين بالقطاع التقني يعني كمان لحتى يعملوا فيلم ناجح، دائما بنقول انه هو فريق عمل كامل، منه شخص وشخصين وثلاثه الفيلم، شو ما كان نوعه، طويل، روائي، قصير، وثائقي، كل هالامور اللي عم بتكون كمان موجوده بالمهرجان، بالاضافه ايضا للتجارب اللي بيعملوها كمان مع بعضهم، يعني كل هالاشخاص المختصين بالمجال السينمائي وايضا بالمجالات الثقافيه، كمان قديش عم بيولد بيناتهم خبره وتجارب اكثر بعد. يعني اذا فينا نقسم الاشياء، خلينا نقول بالاشياء التقنيه اللي 100% صناعة سينما من الألف إلى الياء. صح. كيف بيتم صناعة الفيلم، ما قبل يعني ما قبل وضع سيناريو، تطوير سيناريو، إنتاج، ما قبل الإنتاج، مونتاج، ممنتجي، كل هالصناعة كانت مختصرة بالمنتدى المتخصص اللي بنعمله هلأ للسنة الثالثة. نعم. واللي بيستقطب شباب وصبايا منتجي صانعين لأفلام بمختلف التقنيات. نعم. واللي بيعطيهم هيدول الخبرات متعددة والطويلة، كمان ناس من مختلف المناطق، عالميين وأجنبيين وإلى آخره، بيعطوهم حرف بحرف، فهن بياخذوا الخبرات على أساس هيدا المنتدى اللي نحن عم نعمله. السنة كان في عليه إقبال كتير حلو، بنحاول ناخد الشباب بيطرحوا مشاريع أفلام. نعم. من مختلف الفئات، قصيرة، طويلة، مش هيدا المهم، المهم الفكرة. أكيد. وعلى أساسه في ست أفلام، في ست جوائز أعطيت، جوائز أو منح، خليني أقول مش جوائز، منح أعطيت لمشاريع أفلام. نعم. سوف يتم تحقيقها بدعم من مختلف المؤسسات المشاركة بمهرجان طرابلس للأفلام. وهذا هو الأساس، لأنه بالنهاية عم نشهد قديش الصناعة السينمائية عم تنشط سنة بعد سنة، وهي فعلا قطاع مهم جدا بالمجتمع، وهذا الشيء اللي دائما عم نقول أنه لازم يتم تفعيله ودعمه، لانه مش سهل واحد يقدر يحافظ على هيك نشاط وهيك مجال اذا ما ندعم الفيلم بكل المجالات، ان كان من الناحيه الانتاجيه او حتى لما بيكون موجود بالصالات وبيكون يستاهل الدعم انه لازم يروح يشوفوه بالصالات اللبنانيه. ايضا المشاركه اللي كانت موجوده بالنسبه للجنة التحكيم، من مين كانت بتتالف لجنه التحكيم؟ السنه كان عندنا مثل كل سنه ست اعضاء لجنه التحكيم، الرئيس كان المخرج اللبناني غسان سلهب، وبعضويه الفنانه بيتي توتال ومدام روزي رجي، ومن مصر كان عندنا المخرج شريف البنداري اللي تم عرضه خارج اطار عرض فيلمه خارج اطار المسابقه، ومن المانيا كان عندنا المخرجه يانا وولف. فهيدا هالشيء، التنوع بالمخرجين بيغني
يمكن بخلي الصراع يحتدم، بس بالعكس هو شيء ايجابي اكيد ايجابيا لاختيار الافلام الفائزه، لانه هالاشخاص عم بيكون عندهم فعلا نظره معينه ومختلفه كمان يعني بالنسبه لمخرجين او حتى صحيح. بالنسبه لممثلين وكتاب وغيرها من الموضوع. يعني هون كمان والافلام المخرج الكبير غسان سلهب بتحكي عنه، مع انه هو شخص كتير بضل هيك وراء الكواليس، صحيح وشخص بيقول ما بيحب ابدا لا يطلع تلفزيون ولا حتى صحيح. ولا حتى عنده صحيح. تلفزيون يعني غسان، مع انه افلامه جميله جدا وكل سنه بعد سنه بتثبت قديش كل فيلم له عم بيكون مبدع بحد ذاته هو عم بيكون فيه. طب هون ايضا كمان بالنسبه للمشاركين يعني 48 فيلم كل واحد منهم عن فئه معينه، تم عرض هالافلام كلها بخلال كم يوم تقريبا كان المهرجان؟ ابتدانا يعني اذا شلنا يوم الافتتاح هون فعليا 7 ايام تم عرض جميع الافلام المشاركه مجانا، كان المسارح مفتوحه للكل. صار عندنا جمهور بيقصدنا من سنه لسنه بينطرنا، صحيح. في اذا ما قدرتي تحضري قبل الظهر بمسرح بتقدري تحضريهم هن زيتون نفس الافلام بالمسرح الثاني، تنعطي يعني فرصه اكثر لهواة السينما. صحيح. وعندنا الفيلم اللبناني اللي نحن للسنه الثانيه على التوالي بنعطيه فرصه اكبر، اكيد بنعمله مش خارج اطار المسابقه، لا نحن بيتم اختيار كذا فيلم لبناني، 8 كانوا السنه، وبنعطيهم جائزه الجمهور، الجمهور بيفوت بيحضر وبيصوت، شرط انك تحضر على القليله فيلمين ثلاثه، يعني مش انه بتحضر الفيلم بتصوتي له. نعم. فهو الجمهور هو اللي عم يعطي الجائزه للفيلم اللبناني. نعم. لتشجيع الشباب وصناع الافلام بلبنان. وهون عم بيكون في منح ماديه يعني للدعم، يعني كمان عم بتكون عم تعطوها كمان للاشخاص اللي عم بيكونوا فائزين بهالمنح مثل ما سميتيهم، لانه مش جوائز، هن جوائز ومنح. نعم. يعني هي منا مادية، بس إذا قصناها طبعا صناعة السينما مكلفة جدا، طبعا هي تصب في الإطار المادي، أكيد. عم نقدم لهم تقنيات أوقات عم نقدم لهم معدات، وهذا شيء كثير مفيد، يعني هذا كمان مادي لأنه هذا مكلف، مكلف إذا هن بدهم يقدروا يحصلوا عليه لحالهم هن من دون أي دعم آخر. أيضا عم بيكون في منتديات ثقافية كمان إلى جانب المهرجان كمان، وهذا شيء كثير أساسي مثل ما ذكرتي، لأنه كلهم بيكملوا بعضهم يعني كمان بالنهاية. شو أبرز هالنشاطات أيضا اللي كانت مرافقة؟ ابرز النشاطات كمان نحن عم نعمل عروض في الهواء الطلق، ان اللي ما بيجي على السينما نحن بنروح لعنده وبنختار مواقع لها رمزيه. نعم. والسنه اخترنا مركز جمعيه بتشتغل على على خطوط التماس السابقه بين المنطقتين مشتعلتين سابقا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، خلصت بقى جبل محسن والتباني. فعرضنا فيلم السيده الراحله الكبيره رندا شهال طيارة وراء، وعرضنا فيلم للمخرج شريف البنداري. كان الاقبال رائع عن جد، من مختلف الاعمار، كان الملحوظ كمان كان في اطفال كثير، وبرضه كان في ستات بيوت عم يجوا، وامتن العرض الثاني امتن الفيلم الثاني، كان هيدا كثير شيء حلو. النشاط الثاني اللي عملناه كل سنه عم نختار موضوع معين يعني مثير للجدل او ابن الساعه مثل ما بيقولوا. نعم. او يتناول فئات المهمشه. السنه كان عندنا ضمن اطار الخطه الانمائيه التنمويه لطرابلس الثقافيه، برجع بقول من ضمن المفهوم اللي نحن هدفنا اللي نسعى اليه، انه طرحنا موضوع المصالحه والتسامح برضه بين خطوط التماس او الفئتين متعاركتين في طرابلس. كان عندنا كذا مبادره بطرابلس وما زالت المبادرات مستمره، هدول توثيق الافلام التوثيقيه لهيدي المبادرات تم عرضها ونقاشها مع ناس من قلب هالمناطق. كمان هيدي شغله كثير مهمه، انه اجوا من جميع المنطقتين على مسرح الرابطه الثقافيه، وكان نقاش جدا بناء، عرضنا تجاربنا، كل واحد حكى شو العبره، شو المهم اللي صار بعد كل هالمده، ووصولا ان شاء الله لهدفنا اللي هو المصالحه والتسامح ان شاء الله، خاصه انه سنوات يعني طويله انحرموا من بعضهم، يعني كمان ما في معرفه بالخالص بيناتهم، وكان في هالاخصام اللي كانوا موجودين يعني اللي كانوا عم بيحركوا هالمنطقتين اللي هن الحمد لله مثل ما قلنا ايام سوداء وقطعت. النشاطات المقبله ايضا لهالمهرجان، يعني مهرجان دائما واحد ببلش يحضر له بس يخلص اول مهرجان. اعطينا موعد نحن من 11 ل 18 نيسان القادم، وشوي شوي عم نحط الخطط، وكل سنه عندنا تطوير، عندنا تغيير، عندنا اضافات، والحمد لله يعني صدى تبعنا مش بس محليا غذا، كمان عربيا وعالميا. نعم. يعني التغطيه الاعلاميه مذهله،
الريبورتاجات اللي عم تنحط، المقالات اللي عم تنكتب، حضورنا بالمهرجانات، خصوصا هلا منظم رئيس المهرجان الياس خلاط حيكون موجود بمهرجان كان السينمائي لاستقطاب اكبر عدد ممكن من الافلام، والكل عم ينوه بنوعيه الافلام اللي يتم اختيارها سنه عن سنه. وبس انا كنت بدي احب ضوي شوي على السنه اللي خصصناها تحيه للمخرجه الطرابلسيه اللبنانيه العظيمه ست رندا شهال، اللي بتستاهل يمكن اكثر من تكريم. اكيد سمينا السنه يعني تحيه لأسماء، ونحن كل سنه على هالدرب. السنه الماضيه كان للرئيس الفخري المهرجان المخرج العظيم جورج نصر اللي هو ابن طرابلس. نعم صحيح، وشوي شوي نحن اذا الله راد يعني بدنا نكون حضورنا اكبر واوسع واشمل. اكيد، خاصه لانه دائما بنفتخر فيه للاستاذ الكبير المخرج الكبير جورج نصر، اللي كان من اول الاشخاص اللي حملوا لبنان الى مهرجان كان السينمائي بفيلم الى اين، والله يطول بعمره اكيد. لا هالمخرج الكبير اللي بعده اسم الله عليه حضوره موجود، وكمان تم تكريمه السنه الماضيه مع عرض فيلمه ايضا بالنسخه الريستورد او المرممه اذا فينا نقول بمهرجان كان، وكان الاستقبال له رائع كثير حلو مع الوقفه الكبيره اللي صارت له تقديرا لاعماله وكمان اللي انعملت. يعني بنشوف قديش اشخاص فعلا ببلشوا من الاول وبياسسوا وبيتابعوا بعدين مع اجيال عديده، وبنشوف اوقات انه للاسف يعني يعني مخرجه كبيره مثل رندا شهال اللي عاشت سنوات كثير قصيره انها ما قدرت فعلا تثبت نفسها من خلال الاعمال اللي عملتها، وتركت بصمه كثير كبيره بعالم السينما. هون عم نشوف البوستر تبع المهرجان والبوست كارد كمان اللي بتوزعون كمان مع بعضهم. يعني البوست كارد بنحب نخليه تذكار، يعني في ناس كثير اخذوا اعداد تيبعتوها لاصدقائهم برا، خصوصا اللي لهم علاقه بالسينما او يمكن اقرباء الراحله، يعني كانوا كلهم موجودين. صحيح شقيقتها الدكتوره نهله وبنتها كانت موجوده بالختام، اعطيناها درع تكريم لانجاز لاعمال الحياه كان شيء مؤثر وحلو كثير وبيرفع الراس. اكيد نحن دائما سعداء بهيك مبادرات، يعني خاصه وانه مهرجانات عم بتصير على صعيد لبنان كله، يعني عم بيكون في مهرجانات سينمائيه بكل لبنان، بكل منطقه بلبنان عم تاخذ حصتها، وايضا مشاركاتكم بالمهرجانات الدوليه ايضا بكل انحاء العالم، لهذا الشيء كمان كثير اساسي لانه لبنان عم ينتشر بكل محلات مع افلامه اللي بتستاهل انه الدعم لها بلبنان وخارج لبنان. ومثل ما قلتي هلا الياس موجود حاليا بمهرجان كان السينمائي، نحن بنتمنى لكم كل التوفيق اكيد، ورح نضل اكيد مواكبين هالمهرجان السينمائي اللي عم بيصير كل سنه بطرابلس، وايضا ان شاء الله بتتوسعوا بمناطق ثانيه، بتصيروا بتعملوا مهرجانات كمان مختلطه مع مناطق اخرى، وهذا الشيء كمان بنحب نشوفه، لانه كل منطقه كمان عندها الحب لتدعم هالفنون اللي هي كمان من ابرزها، خاصه لعشاق سينما مثلي انا الموضوع السينمائي. اهلا وسهلا فيك مطيعة، وشكرا كثير لك المنسقة الاعلامية لمهرجان طرابلس للافلام، واكيد بانتظار ان شاء الله العام المقبل بين 11 و16 و18 نيسان اكيد 2019 المهرجان القادم، رح يكون في تكريم لحدا معين ولا بعدين هيدا بنعلن عنه؟ اكيد اكيد، بس لهلا لسه بعدين خليهم اياها مفاجأة طبعا اكيد للمشاهدين. شكرا لك، رح نتابع محطاتنا بعد لحظات مع الشيف حسين، خليكم معنا.